بتوجيهات صارمة من رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال محمد إدريس ديبيتنو، فقد عززت الإدارة العامة للهندسة العسكرية من وجودها هنا في قرية ماراء بولاية حجر لميس لإغاثة المنكوبين جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، حيث تضررت عدة قرى وجعلت سكانها في حيرة أمام هذا الوضع الكارثي. وتسارعت قوات سلاح المهندسين في العمل ميدانيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وخاصة الأرواح البشرية، وقد تم بناء سدود كحلول مرحلية فضلا عن استصلاح مواقع لاستقبال وإيواء المتضررين بعد إجلائهم. خلال 6 أيام تمكن المدير العام للهندسة العسكرية العقيد بكر جردي ورجاله من إنجاز هذه المهمة والسيطرة على الوضع. وفي هذه الأثناء أمر رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الجمهورية بتقديم دعم طارئ لتخفيف معاناة المتضررين والسلطات المحلية، وعلى الفور تم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية. وقبيل تسليم هذا الدعم رسميا، فقد أعرب المدير العام للتضامن الوطني بوزارة النوع والتضامن الوطني كاودي إسرائيل عن امتنانه لرئيس الجمهورية على تضامنه اللامحدود مع متضرري الفيضانات، وذلك يجسد المعاني السامية للتضامن الوطني. مصائب قوم عند قوم فوائد أحيانا، هي الحال في بعض مراكز إيواء المنكوبين، لذا فإن قوات الدفاع والأمن ملزمة بالسهر لحماية مراكز إيواء المتضررين، وحتى لا تسلك هذه المعونة طريقا آخر. الرئيس الدولة هو وراني بكبل الشفاء لك، شفاء لك ده عشان ألم ده هناك أنينا ناس كتير شوفي، لكن لك ده ألم جاي منتي شفاء جاي يرلنا الشكل أكل كي تأكلوا كده مرقو عشان ده بس أولهم قدرنا جبنا لكم. أنا هسه نطلبه من مسائلكم هيني قايدين معانا ده، يعني حاجات الجبنة ده يشيلوا يقسموا لكم أديل كي عشان يعطوك ليلقى. أشكروا لرئيسكم عشان تجور، يعني هو هدف أنا وكل إدارة الشعب أنا وده قايدين كيف. إن تصريحات المدير العام للهندسة العسكرية تعتبر تحذيرا للأشخاص ذوي النوايا السيئة والانتحازيين بعدم المتاجرة بظروف الناس جراء الأزمات والكوارث، وأن الفرص مفتوحة أمام فاعلي الخير لتقديم المزيد من الدعم والمساندة الإنسانية.